ربهم يعني كل حي بعدنا العطاء استخدم العقار إن شاء الله للدرس. العقار راح أقدم بها أول مرة، أول مرة راح أشوف العقار. ثاني مادة اختصاص ثلاثة بالكلية، ثاني مادة اختصاص صيدلاني بحت تدرسوها، درست موانا الصيدلاني بحت اللي هي المبادئ والحسابات والفيزياوية، تستخدمون فيزياوية أخرى. تعتبر مواد صيدلة، احنا صيدلة مواد صيدلة البحث يعني خمس اختصاصات ممكن تقريبا، صيدلانيات، عقاقية، كيمياء صيدلانية، صيدلة سريرية، والأدوية والسموم، هذه خمس برانشات الرئيسية اللي تدرسها كصيدلاني مواد صيدلة بحث. الفارماسيتكس اللي هي صيدلانيات هي اللي اخذتوها من المبادئ والحسابات والفيزياء تحت بند الفارماسيتكس. هذه أول مادة بالبرانش الصيدلاني الثاني، إن شاء الله صف ثالث راح تكون بال تاخذون تكنو هم تابع للفارماسيتكس، وتاخذون بعدين كيمياء صيدلانية، وأعتقد حتى بديت هسه بالكوميونيكيشن سكيلز. أي كوميونيكيشن سكيلز تعتبر جزء من الصيدلة السريرية نوعا ما، أعتبر هي طبعا شلون تتعامل ويا المريض، شلون مهاراتك في التواصل مع المريض، لأن في شيء كلش مهم بحصولك على المعلومة من المريض، حصولك إيصالك للمعلومة للمريض. يعني أنت كوميونيكيشن سكيلز أكيد تكثر حساء، أتعلمك شلون توصل المعلومة، شلون تفتهم المريض، شلون سندر وسيفر، تشتغل كسندر وسيفر بنفس الوقت. إحنا هنشي برانش شوية أكثر بعيداً عن التعامل مع المريض، هنحكي شوية العقاقير الطبية. موضوع العقاقير الطبية هو اختصاص، ويمكن هو أقدم اختصاص صيدلاني، يعني قبل يصير صيدلة سريرية، قبل يصير فارماكولوجي، قبل يصير الفارماسيوتكس، وقبل يصير الكيمياء الصيدلانية. أول شيء هو الصيدلاني أول ما بدأ شغله كان يبدي على النباتات. أول ما بدأ شغله صيدلاني بدأ شغله النباتات، يعني ما بدأ يحضر. أول ما بدأ أخذ هذه النبات، أصل هذه ما أدري شنو، أطلق هاي النبتة، أطحن هاي العشبة وكلها. فهذا شغل الصيدلة كبداية، كان شغلنا نباتات طبية. حقيقة عمل الصيدلاني بالبداية كان نباتات طبية. هذا الاختصاص نوعا ما بدأ الاهتمام به يقل فترة، لكن هسه بدأ يرجع مرة الأخرى، مو لأن إحنا نريد نحول صيدلة إلى مجال عمل نباتي، بس أكو مشكلة تصير حاليا. أنت لازم تكون على دراية بالنباتات الطبية، لأنه صاير فد توجه من هواية ناس، وبالذات مجتمعاتنا، وحتى والله حتى المجتمعات اللي أكثر تطورا، يعني توجه إنه النباتات والأعشاب والشغلات الطبيعية هاي ما تضر، هاي ما بها أعراض جانبية. طبعا هذا كله كذب، باحترامي لكم، ماكش اسمه ما في أعراض جانبية. أي شيء بالدنيا إلا أعراض جانبية، أي شيء أي مادة كيميائية موجودة بالنبات هي أصلا مواد كيميائية اللي أنت موجودة بالأدوية، هي أصلا في يعني هواية منها هي أصلا عبارة عن أدوية، أصلا عرفوها موجودة بالنبات وبعدين صنعوا ما يماثلها كمادة كيميائية وضعها. فما كفرق يعني كيميائيا، إحنا ناس نشي كيميائيا وستركتشر، ما كفرق في بعض المواد. يعني كمواد يقول لك هاي ممكن من تستخلص فلان مادة يطلع لك من فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء، فلان جلايكوسايد وفلان جلايكوسايد، ديجيتوكسين يطلع من فلان ليف وما أدري شنو يطلع من كذا. بالتالي الديجيتوكسين ممكن تحضره كيميائيا ونصير نفس المركب الكيميائي، فماكو. فالعرض الجانبي اللي للديجيتوكسين هي نفس العرض الجانبي لما تأخذها كورقة بيها مادة الديجوكسين، بل بالعكس انت لازم كصيدلاني تنبه المريض. طبعا هاي بعد ما تكون انت مشيت العقاقير وعرفت شنو العقاقير وشنو الاخطار مالتها، نبه المريض لانه من ياخذ هاي النبتة الفلانية، هاي النبتة ما تحتوي على بس مادة واحدة، يعني انت بتاخذ تابلت بباراسيتامول، تابلت بباراسيتامول بس ما بي غير شيء، بينما من ياخذ فد عشبة مسكنة للألم مثلا، اوكي هي بيها نسبه من الماده الفلانيه اللي قد تسكن الف، لكن نفس الوقت عين تفضل، شو تفتح الباب الثاني، ايش شنو
زين ف النبات بتاخذه انت فولت فولت بلانت او اكستراكت او باودر او مستخلصات او ما اعرف ايش. منو قال لك ان هذا المستخلص بيسهل الماده اللي تسكن الالم؟ مين ماده تسكن الالم وماده تسبب مثلا انا معده وماده تسبب عصر هضم وماده قد تسبب امساك او اسهال او 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 حساسيه طبع جلدي. منو قال ان الماده اللي نباتها؟ فاذا انت معرفتك بالنباتات والعقاقير راح تعطيك مجال انك تعرف نوعا ما المشاكل اللي تصير عند بعض المرضى. احنا مشكلتنا ثقافتنا القليله، مو احنا يعني قصدي ثقافه الشعب بصوره عامه، ثقافه قليله عند البعض تخلي يعني عرضه لهذول الدجالين المحتالين. خذ هاي العشبه وخذ هاي المنشن واخبط هاي ويا هاي، اشرب هاي عري، اشرب هاي ما ادري شو، كيف هذه تعالج من تلقاه كاتب لك عشبه لعلاج الطفح الجلدي والساقط الشعر وحب الشباب وكل ذني كل ذني عشبه وما ادري شنو والدوالي والمفاصل والزيت تدن على ركبتك ولا سد تدن على ركبتك تسوي يفيدك بلد المفاصل يفيدك ما ادري شنو حطه بوجهك يعني حب الشباب حطه على ايدك يحميك من حساسية جلدية تحطه على مدري وين يحميك على شعرك يصير شعرك كثيف. شنو هالسحر هذا اللي فيه؟ سبحان الله سبحان الله. بس يعني هو ايش اكو كان العالم عزلت يعني مو بس احنا كان حتى برا يعني ما كان اكو لا شركات ادوية. وطبعا لو تسال تلقى انه تجارة الادوية يمكن هي ثالث تجارة بالعالم بعد تجارة السلاح وتجارة المخدرات وتجارة الادوية. يمكن اكبر تجارة بها اموال وبها شغل هي الادوية. فبالتالي ما معقول هاي تجارة الادوية كلها كل الناس ما تفتهم وهي كلها تنحل، هاي الامراض كلها تنحل بزيت مدري زيت الكافور مدري زيت المدري من هو مدري زيت الخروب مدري زيت المنقوع المدري من هو. هاي كل الامراض كل 15 مرض يعني ينحلن بعشبه خلصت الامراض هي كل يعني فد 200 مرض 300 مرض ينحلن كلهن ب10 نباتات. يعني حديقه صغيره وانت تقدر تعالج لك كل الامراض اللي تعرفها ماكو شيء. بس احنا ندرس المواد اللي ممكن تفيدنا لانه عندنا بالحقيقه قلت لك احنا بالبدايه هو لو تلاحظ هو بدايه فكره الادويه في بدايه فكره العلاج بدات من العقاقير. يعني مثلا انطوا فلان دواء او قد تكون بسط شوي فلان شيء اخذ فلان عشبه لقى انه كان عنده مثلا الم بالمعده خف الالم بالمعده والله اوكي شاف جربها على فلان قال والله شلون من اخذت هاي العشبه ارتاحيت هذا فلان انا من اخذت هاي العشبه ارتاحيت بدأوا الناس يعرفون بدا الموضوع ان يتحول الى علاج نباتي. هاي بالبدايه بعدين ورا فتره تطورنا قلنا لا والله قاموا شيء مثلا اللي ياخذ مستخلص منه مثلا ينقعه بمي ويفوره ما اعرف شو يسوي له يسوي الاكستراكشن ديكوكشن ما اعرف ايش راح ناخذها بعدين بالعمل ان شاء الله تاخذه ويا الاستاذ عمل. تفضل بس قول المحاضره الساعه 9 هي انا ما اعرف بس انا كم منطقه صار ثاني المحاضره الثانيه تبي 9 لو ب 8 ونص الباقي كليه لا انا عبالي بيوم 9 وهذه الثانيه غير شكلها تبع قليل بيوم 9 يعني دليلين يعني. فالمهم المنزمه على فكره نازله بالاستنساخ من يوم السبت اللي اخذها اخذها واللي ما اخذها كيف بعد انا ما حد قدرت وراكم بس لازم تعرف نمط معين انا اشتغل امشي به. انا ما غالبا يعني 90% الا اذا صارت مطارئ ما قدرت انزل المحاضره. انا غالبا محاضرتي حتى عن طريق الممثل اذا هاي انزلها الايميل والفيس اي واتيفر الوسيله الاتصال ادز المحاضره اتليست قبل بيوم من اعطائها اذا مو قبل يومين. يعني الغرض من اجي انا احكي واقول ملاحظات واقول كذا وتكون قدامك المنزله تقدر تاشر عليه مو انا احكي بالهواء وانت قاعد هيك صافي انت تتفرج على فيلم تطلع من الفيلم ما تتذكر البطل مات بالنهايه هذا اللي بتذكره بالفيلم كله. فانا ابدا احكي بالعقاقير كنت قاعد مصافن بوجهي تشوف ايش تفكر على الاقل من قدامك زمان هل تجيك حكايه من هناك ترجمت لك حرف كلمه وصعبه ترجمتها تفضل. السلام عليكم. فافضل مصلحتك يعني ما جابرك
فود جراد يجبرنا وخاف ناخذ نسبه من ابو الاستنساخ على كل ملزمه على 50 دينار زين مدري مدري ربع مدري ايش قد. يعني ما 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 الزمك بال انك تجيب ملزمه، انت تجيبها ما تجيبها، بس انا انزلها قبل بيومين او يوم. واحيانا ادزها سوفت للممثل والممثل يقدر يشيرها عندكم، واللي يقدر حتى واللي ما يريد مثلا يشتريها يريد يقراها على الموبايل يحطها على ماني ما عندي اي مشكله. تريد شو ما تريد تقراها قراها ايباد تجيب ياك داتا شوب بالكل زين. ف فاحنا راح نبدا اليوم بالعقاقير. محاضرات راح تكون غالبا يوم الاثنين حسب الجدول ان شاء الله 8:30 رجاء 8:30 يعني 9:45 انا اسد الباب. من اسد الباب بعد رجاء لحد يعني هسه يوم المحاضره وبعدنا ما تبدا لهم قاعه وما اعرف ايش. باب مفتوح اتفضل ومشكور واشكركم واخلاقكم العاليه، بس مو تفوتوا ساعه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم واصل سلامكم، بس لان احنا نحكي بمحاضره فمو مو كل ساعه اقطع واصل سلامك. يعني عرفت انك هالطول تقول السلام عليكم، يعني ادري انك انت رجال تريد تلقي السلام او طالبه تريد تلقين السلام يعني واصل السلام، بس يعني ما كل ما تطول لان حيصير في انتربشن علي وعلى الطلبه. انا ما بدي احكي فكره كل ساعه واقطع وعليكم السلام وارجع. ايش قلت؟ تفضل يعني. وعليكم السلام. وعليكم السلام. زين فتسعة إلا ربع سد الباب. تسعة إلا ربع سديت الباب رجع خرجي تجي شن فلان شن فلان اضطراب شن فلان امتحان شن فلان ما شو فلان أستاذ أخرنا فلان أستاذ بخوانا كويز تحرجني. أنا بالنسبة لي الحضور والغياب أنا ما أعتد بيه ترى على فكرة. أنا الحضور والغياب أخذه على مدى القسم يطلبوني أنطهيه زيني. واحيانا اذا بالحضور اذا شخص مثلا واقع شخص ما ادري ايش نرجع نشوف حضوره اذا محتاج مساعده ندفعه نقول هذا حاضر وكذا. بس ما انا هسه تجيني بعدين هذا الكورس يقول لي والله اعطيني 5 درجات على الحضور 3 درجات على الحضور وما ادري ايش. انت سوري يعني انت ما بتفضل على الاستاذ انك تحضر لانه هذا الحضور هو واجبك. يعني هو مو فضل من الطالب انه والله احنا نحضر فلان ما يحضر فلان ما يحضر كيفك وانت ما تحضر كيفك تبي تحضر لا تحضر بس بعدين من تجي تطلب مساعده. انا اللي حاضر وجد ممكن يطلب مساعده اولا. اثنين القسم يحاسبك على نسبه غياب وحضور احتمال باكر عقب ما نزل لك نسبه غياب ونسبه حضور 25 حرمان دور اول ما تعرف ضابط مثل باكر عقب وجدت الوزاره قالت راونا قوام الحضور طلع قال 25% محاضر يحرم الامتحان الدور الاول. يعني عادي ترى هي قوانين بس هي قد لا تطبق لفترات طويله بس ما تدري باكر عقبه وزير جديد. احنا وزيرنا الجديد ما تعني عادي ما صار له 6 شهور بنستلم فوزير جديد يريد يرسل التعليم يجي يقول يابا وين قوانين الحضور مال المرحله الفلانيه وين قوانين الحضور مالكم يابا هاي قوانين الحضور وين 25% بيشتغل الامتحان. هذا قانون هذا قانون الكليه كلها الطالب بيحضر 25% من الحضور من المحاضرات نحط الكلية تحرمه من حضور امتحان الدور الأول، امتحان الدور الثاني. تخيل أنت جاي قاري وما يقول لك والله تعطيك نسبة غياب 25%، تعطيك شو 25%؟ يعني احنا بدنا نعطي كل 10 محاضرات، إذا غبت محاضرتين الثالثة تكون عبارة 25% باي ذا واي. فيعني فهذا الشيء لمصلحتك. خوفا من لا سامح الله، أنا ما شاد عليك، هذا الشيء ما تطبق صار يمكن قصة صار لي ما تطبق بس مرة يمكن تطبق الطالب أو طالبين. بس راح الضحيه اجت وزاره جت كذا جت صارت تضبيطه صارت كبسه من وزاره التعليم العالي وين قوام الحضور مال المراحل الفلانيه في احدى الكليات انا ذكرها اجوا جابوا قوام. يعني حتى ما لحقت الكليه تغطي الموضوع وتسوي كلهم حاضرين وتسوي مدري شنو يعني اجوا اخذوا قوام اللي هي ذني المشخطات مالتكم يعني اخذتها تشيكا شلون لعبت فلان غايب اربع محاضرات شو محاضرتين 10 هذا غايب 4 ما يحضر وهذا حالة 6 من 10 او غايب الكل اصلا ما جاء ولا محاضره طالب يضرب الباب من بدايه السنه لنهايه السنه ما يحضر على بوضاني ما سبب الاستاذ هم حق ما جبراني هو بس هو الحق انه يحضر بس هو ما يريد يحضر كيف زين. ثاني اكو مرات احنا ملاحظات نقولها بالمحاضره حكايات نركز عليها هاي مهمه هاي مو مهمه هذه اقل اهميه تبين بعدين منها قبل الفاينل انا شلون اعرفها قبل الفاينل او قبل الميد يجوني هاي شنو وهاي شنو وهاي ليش
هاي نحفظها وهاي شلون نحفظها وهاي شلون نقرأها. أنا أثناء المحاضرة دا أقولها وأحكيها للناس من أجي الطالب يلح على زين هاي كان هاي 20 مرة قال إنها مثلاً ما تنحفظ أو هاي قال 50 مرة هي كلش مهمة أو هاي 200 مرة قلت إنه هاي حتجي بالشكل الفلاني. فيجي الطالب بعدين قبل بدي يقول لي أنا هاي شلون مشلون أنا غالباً يعني غالباً ما جاوب يعني أنا عندي حتى معروفة عني كنا عرفوا من هسه قبل بعدين أقوله أنا معروف عني قبل أي امتحان أربع خمس أيام ما جاوب أي شيء يعني امتحان يعني امتحان ميد امتحان فاينل مالي يجيني حتى يدخل لي على الفيس على الخاص يدخل لي مثل إيش يجيني أنا سمي دائما بالانتخابات شو اسمه قبل الانتخابات يفرضوا علي يسموه صمت الانتخابي أنا سمي صمت الامتحاني أنا عندي قبل الامتحان ثلاث أربع أيام بعد ما أحكي ليش لأن لسبب مهم طالب صار ثلاث شهور جاية أو شهرين هسه أتذكر إني آخر أربع أيام إذا هو كان شامل المادة أتذكرها أولا اثنين والأهم غالبا أكون حاط الأسئلة من أكون حاط الأسئلة ما أقدر أجاوب لأنه لا إراديا ربما في ربما أعطي أكثر من اللازم يعني أعطي شيء ربما يحس من حكايتي إنه هذا جاي بالامتحان أو ربما أتوه وأحس إن هذا الشيء جاي هو أصلا ما جاي بالامتحان وخليه يروح ركز على جزء ما جاي. فأني لمصلحتي ومصلحته بس أجهز الأسئلة أو بس أقترب من موعد الامتحان وده أبدي اختبر ببالي الأسئلة يعني أنا أسئلة حتى لو ما مسويها بس أكون مختبر ببالي أو حاط كم سؤال متفرغ بعد أمتنع عن إجابة أي سؤال. فأنت تريد تسأل اسأل وقت المحاضرة اسأل ورا المحاضرة بأسبوع ورا المحاضرة بأسبوعين ثلاث أسابيع زين مو مشكلة بس ما تجيني ورا شهرين أول محاضرة أنا ما حضرتها لأنه كنت ملتوين وكنت غاي وكنت محافظات وجيت وطريقة تأخرت وقطع ما أدري شنو ما حضرتها أول محاضرة يجيني شوف يجيني قبل المد بيوم لو يجيني مرات قبل والله يجيني قبل المد مرات بساعة ترى هاي المد تجيب امتحان تجيب امتحان بعد ساعة مثلا ساعة ما يجيني ساعة 8 8 ونص امتحان ساعة 9 هاي مهمة تجيب امتحان تجي يعني شنو أقول له؟ أقول له إيه تجي مثلاً عم أقول له جاية لو أقول له ما جاية شيل يعني شنو السؤال اللي ممكن أقول له يعني تجي من الامتحان شنو معناه؟ يعني هسه يعني معناه هذا يسألني يعني هاي جاية هسه بالامتحان ما ساعة بتسأله لا شو جاوبه مثلاً؟ فالقصد هذا الشيء عم يكون واقعي. فنش على فارماكوجنسي شنو هو فارماكوجنسي كلمة فارماكوجنسي the word pharmacognosy is derived from the Greek word صح إحنا غالباً نعرف مصطلحاتنا غالية مشتقة من ألفاظ يونانية وإغريقية ولاتينية قديمة هي فارماكوجنسي مشتقة من شيء اسمه فارما فارماكون اللي هو الدراج اللي هو فارما احنا دراج وعمرنا كله فارماكولوجي فارماسيوتكس فارماش مدري شنو فارماكو داينامك كل شيء عندنا احنا فارما له علاقه بالدراج بعدين احنا كل مصطلحاتنا الجينوسيس اللي هو النولج يعني معرفه يعني كاسم كشان فارماكوجينيسي يعني كانما جاي من معرفه الدواء معرفه العقار زين اتس ديفايند از ذا ستدي اوف ميديسينال دراجز derived from plants or other natural sources. سواء عبارة عن دراسة الأدوية المشتقة من نباتات أو غير نباتات. It includes the study of the physical, chemical, biochemical and biological properties of drugs, drug substances as well as the search for new drugs from natural sources. It's also defined as the study of crude drug. شنو يعني crude drug؟ شنو؟ خام بالضبط واحنا هسه هنعرف كلمه الكروجن. Although pharmacology is principally concerned هو غالبا اخوان غالبا ان نحكي ويا النباتات بس احيانا اكو بعض المشتقات الحيوانيه اللي تستخدم كادويه ايضا يعني مو بس النباتات احنا غالبا بنكون نباتات العقاريه النباتات تكون في لكن بالحقيقة مثلاً العسل يعتبر في نوع من أنواع التريتمنت يعني صح لو لا جيب نتفتش يعني تعتبر من العقاقير يعني زين العسل هل هو نبات؟ لا هو نبات هو مشتق من حشرة صح لا من النحل غيرها الشمع الشمع المشتق من اللي هو يسموه البيز واكس شمع شمع النحل يعني هذا ايضا له استخدامات صيدلانيه غير 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 مواد اكو بعض الحيوانات اكو بعضها الانتيبايوتكس اللي مشتقه من من بعض الكائنات الدقيقه هي مشتقه من النبات زين فاذا النباتات هي الاساس
بالعقاقير. لكن احيانا عندنا مصادر اخرى اصلا. اكو ايضا اكو حشره ما عرفت تعرفوها او لا تساعد بالعلاج التجلطات، شايف فيها الحشره اللي مثل يسمونها علقه اللي تنحط على هذا علاج، وهذا علاج من ضمن العقاقير. يعني من ضمن العقاقير احنا نحكي نقول هذا نبات، نبات كرو دراج او مو دراج الحقيقه، بس هو هذا هاي الدوده وهذا المخلوق هو مخلوق حيواني يساعدنا بالعلاج. ان شاء الله الاخرى اسمها هاي الحبوب يسموها دهن السمك. اي مو هي اومن 3 مشتق من دهن السمك، هو بالحقيقه هو كنا قبل ناخذ يقول لك هاي حبايه دهن السمك اللي هي او كود ليفر اويل او زيت زيت كبد الحوت كود ليفر اويل، هاي ايضا مشتقه من الحيوانات. هذه من العقاء من انواع الفارماكوفيسي او الدراجز اللي تشتق من حيوان من الحيوانات. لكن ارجع واقول احنا الاساس مالتنا في الغالب دراستنا بالفارماكوفيسي هي عباره عن دراسه نباتيه. Although pharmacology is principally concerned with the plant material, there are some animal products which are traditionally, بشكل يعني تقليدي, included within the subject such as beeswax, gelatin, wool fat, vitamins وغيرها. Your vitamins مثل vitamin vitamin A و B والأوميجا 3 وغيرها ذني أصلاً جنوية ال والكود ليفر أويل. الكود ليفر أويل أحيانًا يحتوي على vitamins أيضاً. Other natural products such as antibiotics, hormones, and other may be also involved in addition to marine organisms, plant and animals. So the use of modern isolation techniques and pharmacological testing procedures means that the new plant drug may find their way into medicine as purified substances, but the use of single pure compounds is not without limitation. بدينا شنو يعني؟ يعني بدأوا هسه بالأخير بدأوا يسوون أو سوري مو بالأخير، بدأ المرحلة اللي وراها أنه هذه المركبات الطبية اللي وجدوها المصادر الطبيعية بدأوا يستخلصوها على مود إحنا بدل ما نتعامل ويا كل الموجود بال 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 بالعشبة هاي مثل هذا النبات أو هذا الساق أو هذا الجذر أو هاي الوردة أو هاي الثمرة، بدل ما نأكلها كلها بكل ما تحتوي، لا خلي يسوي في الطريقة معينة لاستخلاص الجزء اللي أريده. أنه مثلا أسوي تبخير، أسوي تقطير، أسوي ما أعرف أسوي غليان. لأن مثلا يعني مرات قد تكون هاي يعني أحيانا تشوف أكو نبتة يعني تأخذها مثلا مثل ما هي تنطيك فد شيء معين أو قد تكون مؤذية، بينما مثلا من تفورها وتشرب الإكستراكت مالتها افضل. ليش؟ مثلا فانا فور ان اكزامبل مرات الشيء اللي موجود بالدراج مثلا هاي الاوراق اوراق النبات الفلاني مثلا سين من النباتات الورقه مالته من تاكلها مثل ما هي قد تعالجك من مثلا من الالم، لكن بنفس الوقت تسوي عندك طفح جلدي مثلا تحكي كمثال. بينما يقول لك بس لا تسوي هيك، خذها نقعها فورها وبعدين اشرب السائل مالتها راح تعالج الالم بس تسوي لك طفح جلدي. حدوز ايش الفرق؟ الفرق مرات انت بس ناقص التفوير الماده اللي كانت تسبب طفح جلدي تكسرت او طايرت او ما مذوب بالمي، قد تكون هاي الماده مذوب بالمي انت ما حطيتها بحطها بالمي واستخلصت الماده، استخلصت بس منه؟ استخلصت بس المركبات الذائبه بالمي، صح لا؟ اذا اي مركب اخر ما يذوب بالمي ما راح تستخلصه وياها، او بالعكس او جيت سويت اكستراكشن من كلوروفورم مثلا معناته انت سويت سحبت شنو؟ سحبت بس الماده اللي يذوب الكلوروفورم اللي هي ليبيد سوليبل، صح لا؟ تعرف ان المركبات تذوب اكو انواع تذوب الماء اكو انواع تذوب المذيبات العضويه، فانت من تستخلصها مذيب عضوي اذا انت شو استبعدت كل المركبات اللي موجوده بهاي النبته اللي تذوب الماء، اذا انت هذا تخلصت من جزء من النبات من المواد، اذا انت قللت احتماليه من احتماليه السايد افكتس، صح لا؟ بس هم يقول لك لكن but the use of single pure compounds is not without limitation. لما نبيها بعض المحاذير ويا بعض المشاكل. Pharmacological science concerned with studying the following subjects. إحنا إيش راح ندرس بالpharmacology؟ يعني هو شنو topics أو الأشياء اللي راح تهمني على مود أعرفها؟ يعني أجي أقول لك هذا النبات الفلاني أو هاي شيء يهم إيش راح يهمني من هذا من الدراسة؟ أول شيء يهمني تاكسونومي. تعرف شو مصطلح تاكسونومي؟ ها؟ لا مو توكسو، تاكسونومي. ذاك توكسيكولوجي، هذاك توكسيكولوجي يسمونه. تاكسونومي هو علم التقسيم.
علم التقسيم. علم التقسيم يعني ايش؟ من النبات والحيوان يعني. تعرف يمكن بالحيوانات وبالعوائل بالعائلة واكو جنس واكو نوع، مو صحيح؟ تلعبوا؟ لا اسمع الاخر. مملكة وعائلة وما اعرف ايش وكذا. اكو فاميلي، واكو احنا غالبا نتعامل ويا فاميلي وجينيوس الجنس والسبيشيز اللي هو النوع. تلقى اكو اشياء انت حتى تلاحظها بحياتك، يعني مثل ما تقول انت هذا من فلان عائلة، هذا من مثلا من العشيره الفلانيه، هذا من العائله الفلانيه، وهذا فلان الفلاني. هي التقسيمه، انت لازم تقسم كل واحد مثل ما اسمك لازم يكون ثلاثي ولا غيب وما اعرف ايش عم اعرفك. النباتات ايضا والحيوانات ايضا، يعني اكو لها مملكه، المملكه النباتيه والمملكه الحيوانيه جواها اكو فاميليز عوائل، والعوائل تقسم الى اجناس، والاجناس تقسم الى انواع. تبقى هذا الشيء كلش يعني مثلا فور ان اكزامبل خلينا نحكي على الحيوانات، مثلا بيقول لك الاسد والنمر واللاي مو من عائله القططيه مثلا، كلهم اشكال كلهم نفس، تحسهم نفس الفورم ونفس الديزاين، لكن يختلفون بالسبيشيز، سبيشيز مالتهم يختلف. النباتات وكذلك اكو يقول لك العائله الخيميه، العائله البقوليه، العائله الباذنجانيه، العائله ثاني، كل العوائل تتشابه في اشكالها وفي طريقه في شكل معين، لكن تختلف بالسبيشيز بالاخير. اخر يعني كلهم من نفس الجد ومن نفس الاب، بس يختلفون بالشخص، فهذا يعتبر سبيشيز. احنا ايضا التاكسونومي هو علم التقسيم. التاكسونومي اوف بلانتس اند ذا ناتشورال سورسز اوف درك. اول شيء نقسم، احنا اول شيء نعرف هذا النبات اللي ناخذ منه المن، اليا عمام المن يقرب من يشبه يا عائله. طبعا هاي التقسيم النبات يفيدنا هوايه، لان مرات اكو مركبات من الغاه موجوده بفلان جنس من العائله الفلانيه، من الـ من الـ من العائله الفلانيه، ابدي ادور بنفس العائله، اقول احتمال انه اني القى مركب شبيه له بنفس العائله، لان هو دام هو نفس العائله اذا هم يتشابهون في بعض الامور، صح لا؟ اذا اني مركب الفلاني مثلا، خلينا نفرض مثلا لقيت المركب فد جنس معين او فد سبيشيز معين، هذا المركب موجود ومفيد، لكن المشكله انه هذا النبات مثلا هذا نبات مقاومته ضعيفه وما يطول وينزرع فتره بسيطه من السنه ويموت، يعني صعوبه الحصول على الماده منه. فابدي ادور شنو؟ ابدي ادور مواد اخرى، ابدي ادور عفوا نباتات اخرى بها نفس الماده. وين راح ادور؟ اكيد راح ادور باللي قريبه منه، صح لو لا؟ حدور بالجنس نفس الجنس او نفس العائله، اقول بلكت القى نبات مثلا، اكو نبات ينزرع على طول السنه مثلا، هذا ما دام مزروع طول السنه وبنفس المادة هو يفيدني أكثر من ذاك اللي يزرع أسبوعين ثلاثة ويموت، صح لو لا؟ أقدر أستخلص منه. فإذا أنا هذا التاكسونومي يساعدني على معرفة العوائل، معرفة هذا النبات اللي دا أستخرج منه هو منين، من يا عائلة، وبعدين من أبدي أدور زين بخل. ومو بس هيك، مرات ألقى هاي المادة بالفلان من سبيشيز الفلاني بس بكمية قليلة، ممكن ألقى السبيشيز الثاني أو الجنس الثاني من نفس العائلة ألقى نفس المادة بس بكمية أوفر أو بكمية أكبر. الاعراض الجانبيه لاستخدام مثلا القوية هذا الجين، انا اكتشفت الموجود فلان ماده بالدول بالنبات الفلاني، لكن بهالنبته ايضا بها مشكله انه وياها فلان ماده وفلان ماده وفلان ماده المؤذيه، بينما ربما راح ادور نفس الجنس القى نفس الماده موجوده بس ما وياها مواد مضره. فهاي تفيدني انه لازم اعرف تقسيمه النبات زين. Distribution of natural products in the world، لازم اعرف هذا النبات وين موجود بالعالم، يعني مو معقول انه اني اريد استخلص كذا في برودكت معين واجي اطلب منهم والله احنا نريد الدواء هذا، الدواء الفلاني خلينا نزرعه، خلينا نزرع النبات الفلاني عم نستخلص منه الدواء الفلاني. يطلع هذا الدواء اصلا، او عفوا هذا النبات يطلع هو من النباتات تعيش بالاجواء البارده مثلا، زين اجيبه ازرعه هنا مثلا كربلاء لو ازرعه بلاي ما راح يعيش. اذا انا الديستريبيوشن مال التراك او النبات يساعدني على معرفه الاجواء مالته، هذا النبات متوطن بالمكان الفلاني. هو ليش يتوطن بالمكان الفلاني؟ غير معناها البيئة ذاك المكان مناسبة له. إذن أنا لازم إذا أريد أزرع هذا النبات عندي لازم أوفر له الظروف اللي توفرت له على مود يتوطن ذاك المكان. زين يعني الشغلة الرابعة إحنا راح ندرس الأكتيف كونستيتوينتس، شنو بكل مادة. سوري Description of plants such as tree or shrub.
يعني اوصف النبات عن النبات اللي هستعمله اوصفه شنو هو التري مثلا سالكس صفصاف تري يعني شجره صفصاف بينما مثلا الشربس اللي هو هذا الكاثرانثس الكاثرانثس هذا عباره عن شجيره يكون شجيره الشرب هذا الشرب معناه شجيره فاذا اني اهتم ب اذا اني اهتم اول شيء بتقسيم النبات من هي عائله اثنين اهتم وين موجود بالعالم اهتم بوصف ال يعني اوصف النبات اللي جاي منه اني جاي من النبات كشكل يعني رابع شيء اذا اكتف كونسيكونس فروم ناتشورال سورسز يعني ابدا اعرف حبدي ادرس بعدين اذا انا درست وش تقسيمه عرفت هو المن بعدين عرفت هو وين موجود بيا مكان بالعالم بعدين بدأت أوصفه هو شجرة هو شجيرة هو عشبة هو في الطحالب هو في المركب متسلق هو في الشجرة في الشجرة كذا هو في شيء زاحف نبات زاحف هذا وصف وصفه كنبات زين أربعة أبدي أوصف هذا الدرج موجود بالمركبات الفلانية إذا أبدي أخذ الأكتيف كونستيتونز المواد الفعالة أبدي إذا المرحلة الرابعة من دراستي بالعقاقير أدرس المادة الفعالة مالته active groups like glycosides, alkaloids, volatile oils, tannins, whatever. طبعا الglycosides هي اكثر شيء هنمر عليها مثل الجوكسين هنمر عليها في الثالث ان شاء الله. الالكالويدز ايضا مركبات قلويدات وليست قلويات. volatile oils زيوت الطياره. زيوت الطياره هواية تمر علينا يعني هذا النعناع ما النعناع والسوالف هذول كلهم هاي كل يسموه زيوت طياره هاي اللي الرائحه والتنين التنين هذا يوميا تشربوه. لا مو مرة مرتين ولا مرتين مو مرتين ثلاثة التنين موجود بالشاي زين التنين يعني مركب موجود بالشاي وهذا مركب إلى صفات يسبب constipation يسبب قبض لوجود التنين ليش يقول لك دائما جماعة الدياريه يقول لك خذ شاي أو شرب شاي بلا شكر أو ما أعرف إيش إذا ما رأيكم هذا الشيء هاي القبض طالما هذا الشيء عرفه هم ما عرفه هم بصفة صار فيهم كيف موجود الشاي سبب constipations نوعا ما. The الخامسة اللي راح ندرسها أيضا راح ندرس the biosynthetic pathway of the active constituents. شلون يصنع هذا the active constituent داخل الدور داخل النبات مو بس داخل النبات. زين شو الفائدة؟ من أعرف شلون يصنع داخل النبات شو استفيد؟ أعرف شلون أنا ممكن أصنع برا النبات صح ولا لا؟ أنا نعرف هذا النبات يتصنع بتفاعل الكحول الفلاني مع القاعدة الفلانية مع المعرف إيش بإضافة الملح الفلاني تسخين مو ماكو نبات تسخين بس يعني تعرفت المواد اللي تدخل تبدي شو تسوي تبدي تحاول تخلق ظروف تشابه الظروف اللي بالنبات على مود تصنع لأن أنت بعد فترة تقدر تستعيض عن النبات مع المس ما تحتاج النبات من أنت عرفت البايوسينتز مالته منين يتصنع ممكن أنت تبدي تصنع وهذا الشيء يهمنا إحنا كسادة بالذات يعني صراحة زين storage place of active constituents in the organism شغلة مهمة كلش أريد أعرف هو هذا active constituents وين موجود بالنبات فما أنا أقول له والله هو يقولون أكو فلان نبتة تعالج الضغط مثلا زين وش يسوي الحين يشلع النبتة كلها من جذرها كبر النبتة يقعد يقرطها مثلا يقرط فيها بالليل شو مثلا يعني غير أنا أعرف وين موجود active constituents لا يقعد يفور يحطها بجدرية يفورها مثلا ويقعد يشرب اسبوعين وين يشرب هالمادة الله اعلم هاي الشجرة ايش بيها زين فغير انا اعرف الستورج مال المواد الاكتيف كونسيتونت وين يعني بالليف بالورقة بالجذر بالساق بالثمرة بالبارك اللي هو اللحاء مثلا لا تعرفون شنو اللحاء اذا مر عليكم بالنبات ما اعرف زين مثلا اكو مرتبات بالليف يعني بالاوراق مثل الديجيتاليس هاي الديجيتاليس اللي كتبتكم عليها الديجيتاليس اللي هي النبتة اللي يسموها صابع ما يسموها هي ديجيتاليس هي ديجيتاليس فتحكي على مادة اسمها ديجيتوكسين هاي مركبات مفيدة للقلب منشطة للقلب مثل الروتس جذور مثل نبات مثل الليكورش سيدز بذور قد يكون المادة الفعالة موجودة بالبذور الكافي مثل البين زين اند بارك مثل السينامون تعرفون السينامون شنو؟ السينامون هو الدارسين القرفة زين الدارسين هو بالحقيقة هو عبارة عن لحاء مع النبات اللحاء يجفف ويطحن ويصير هذا الدارسين اللي تستعمله ويويل هريسة زين يعني سابع شيء حدرسه collection and storage of the part used شلون أجمع وشلون أخزنه
شلون اجمع يعني شلون اطفى شلون استخلصها شلون اخذه، لان مرات انا طريقه الاستخلاص مالتي او طريقه الجمع مالتي اذا كانت طريقه غير صحيحه ربما اما يصير الكولكشن مالتي خاطئ وما اجمع الماده بشكل صحيح، او ربما تكون ايضا خاطئه واجمع الماده وياها مواد اخرى، يعني اجي اقطع اللحاء ويا جزء الخشب مثلا فتصير سينمون وياها خشب زين، اجي للورقه مثلا دابس الورقه بس ورقه جزء من الساق الصغير اللي وياها، اذا انا هذا جزء كولكشن غلط. اثنين، هاي الاوراق مثلا او هذا الجذر او هذا الساق او هذا اللحاء مفروض مثلا يخزن في درجه حراره الغرفه، انا راح احطه مكان كلش حار او احطه مكان كلش بارد، الماده ورا فتره الماده اللي بيه تتلف او تتغير الى ماده مضره، ربما مو بس تتلف بس تتلف وما تفيدني مشكله، لكن اذا تغيرت الى ماده مضره صار مشكلتين، اولا خسرت الماده الفعاله اللي اريها، اثنين خلقت ماده مضره راح تاذيني. فاذا انا الاستورج هذا يهمني، او هذا الدواء مثلا او هذا الورقه من تقطفها ما يصير تعرضها للشمس، ما يصير تعرضها للضوء، او بالعكس المفروض تخليها مكان جاف مكان خرطب مكان معرضه للشمس، او بعض المركبات تقطف وتعرض لظروف تتحول الى الماده اللي انا اريدها. يعني انت افضل مثال شو الفرق الشاي الاخضر عن الشاي الاحمر او الشاي الاسود اللي احنا نسميه هو يسمون الجرين تي، ترى بالحقيقه نبته الشاي خضراء شلون صارت سود بالضبط، نوع التجفيف ونوع نوع التجفيف ونوع التخزين مالتها طبعا يتقصدون يعني ياخذون جزء يخزن بطريقه معينه ويجفف بطريقه معينه يحافظ على اللون الاخضر ومركباته بشكل معين. طريقه تجفيف اخرى ويا هيوميديتي شويه او يا سبيه تخمر تتحول من اللون الاخضر الى اللون الاحمر او اللي احنا نسميه الشاي الاسود يعني يصير، فهذا يصير. ولا بالحقيقه اوراق الشاي هي اوراق شاي خضراء، شايف اليوم نبته سوداء يعني انت لو ربته ماكو شيء نبته الحقيقه. فاذا هي عمليه التخزين وعمليه الجمع تؤثر على الاكتف كونستيتوانت مالت، فلهذا انا هذا الشيء ادرسه physical chemical and biological properties of the active constituents، ادرس الخصائص الكيميائيه الفيزيائيه والبيولوجيه له. تاسع شيء the correct prescription of natural drugs in the treatment of the disease يعني الامراض المهمه، يعني انا هذا الدواء طبعا انا لاحظ لو تلاحظ هي عمليه متسلسله، اول شيء عرفت من يا عائله، اثنين عرفت وين يتوطن، بعدين عرفت وصف بديت اوصف النبات اللي هو منه، بعدين قمت اعرف وين رقم أربعة اللي هي وين الاكتف كونستيتونس، خمسة عرفت الاكتف كونستيتونس شلون تصنع، بعدين هاي الاكتف كونستيتونس وين تتخزن، بعدين قمت اعرف هاي الاكتف كونستيتونس شلون اني اجمعها، بديت اعرف هاي الاكتف كونستيتونس شلون اجمعها وشلون اخزنها، بعدين من جمعتها وخزنتها بديت اعرف هي شنو الفيزيك خصائصها الكيميائيه والفيزيائيه وخصائصها البيولوجية، يعني شنو تأثيرها على الب... على ال... على جسم الإنسان وجسم الكائنات الحية. وراها وصلت لآخر نقطة مهمة correct prescription of natural drugs in the treatment of the disease، وصلت إلى مرحلة هسه هذا الدرج لشنو أعطي ليا مرض ليا حالة. لاحظ تسع نقاط كلهن متسلسلات إنه أني أبدي أدرس النبات خطوة خطوة إلى أن أوصل المرحلة الأخيرة إنه أنا عرفت هذا النبات المن إش راح يعالج. للعيني نجعل بعض التعاريف والديفينيشنز and basic principles. شنو يعني taxonomy؟ سيشرحنا قبل شوي. is the science that deal with the description وصف identification تعرف nomenclature تسمية and classification of organisms. هذا هو قسم علم التقسيم، علم التقسيم النبات وعلم تقسيم الحيوان علم التقسيم. the name of the species are given in binomial form. The first part of the name is the genus. The second part of the name is the species. مثلا هذا مرتب يكتب papaver sumiliferum. Papaver هو اسم الجنس والsumiliferum اللي هو اسم species. طريقة الكتابة تكتب بأحرف مائلة. طبعا ما أقول لك كيف تكتب بالملزمة بالامتحان، حاول انك توضحها شوية انك تكتب باسماء مائلة خاصة انا احكي من تطبع حتى من تطبع كتاب او تطبع ورقة او تطبع ملزمة او تطبع في شيء انت
غالبا تكتب باحرف معينه. الجينيوس حاسب عليها الجينيوس يكتب بحرف كابيتال بينما السبيشيز يكتب بحرف اسمه. الجنس يكتب بحرف كبير، يبدي بحرف كبير يعني مو كله يكتب بحرف كبير، يبدا بحرف كبير على متميزه. العائله ايضا تكتب بحرف كبير. العائله اسمها بابا بريسي، دائما العائله بها اي سي، هاي الاخير دائما العائله اسم العائله بها اي سي اي اي اي، هي من عائله بابا بريسي. زين علي، هاي طريقه كتابه الاسماء النباتيه. جينيوس يعقبه بحرف، يبدا بحرف كابيتال. سبيشيز يبدا بحرف سمول، وكله سمول يعني، واسم العائله يكتب اول حرف منه حرف كابيتال. يعني من تكتب لي، من اقول لك اكتب لي النبات، من اقول لك هذا النبات الفلاني اعطيك اسم الشائع. ما انا على فكره هذا الاسم العلمي، بس اكو اسم شائع عندنا، يعني مثلا التفاح تلقى له اسم علمي غير هذا الاسم، مو ابل بس. زين، وغيره وغيره سنجي عليهم. تعرف انه الاسماء زين. الديفينيشن الثاني اللي هو معنى كلمه ناتشورال برودكت. شنو يعني ناتشورال برودكت؟ الاسماء واضحه بس احنا اذا كيميكال كومباوندز اور سبستانسز برودوسد باي ليفينج اورجانيزمز، ينتج من كائنات حيه يعني نبات او حيوان او مخلوقات او مخلوقات حيه اخرى، فاوند ان نيتشر موجوده بالطبيعه، ذات يوجوالي هاز ا فارماكولوجيكال اور بيولوجيكال اكتيفيتي تو بي يوزد ان فارماسيوتيكال دراج ديسكفري اند دراج ديزاين. اذا هو ال شنو يعني ناتشورال دراكس؟ هو عباره عن اي دراك واي مركب موجود بكائن حي، مستخلص من كائن حي نباتي حيواني او اي شيء، هو اي مخلوق، فيعتبر ويستخدم في استخدامات طبيه نسميه ناتشورال دراكس. زين، وهذه ممكن تكون شنو؟ هاي ناتشورال دراكس ممكن تكون شنو؟ ممكن تكون انتاير اورجانيزم يعني بلانت او اي اورجانيزم يعني كامل في النبات كامل، كل النبات ربما اخذه. احيانا بارت اوف ذا اوفان اورجانيزم، هذا الاكثر شيوعا طبعا، اللي هو ورقه ورده وغيرها. ان اكستراكت او ان اكزوديت اوف ان اورجانيزم، هذا يكون مو ورقه كامله، ما اقول لك كل ورقه كامله، اقول لك استخلص منها، مستخلص الورقه الفلانيه او اكسوديت. تعرف شنو اكسوديت؟ ما ماخذين صراحه الترمينولوجي. اكسوديت احيانا شلون؟ افراز بالضبط، يعني احيانا بعض النباتات قد تفرز ماده معينه من الساق من الجذر من الكار، هذا الافراز ربما اخذ الافراز، ربما هذا الافراز يفيدني او قد يكون في العلاج لشيء معين. يعني ايزوليت الشيء الرابع قد يكون ايزوليت بيور كومباوند او ماده استخلصها واسوي فصل لماده وحده. هذه هي الانواع الناتشورال برودكتس. يعني الناتشورال برودكتس تكون نبات كامل، جزء من نبات مستخلص او افراز الماده او ماده واحده فقط. طبعا المستخلص هم يكون ماده واحده، يعني انت تسوي تنقع قبل شوي قلت لك تنقع الورقه مثلا، انت تقريبا استخلصت كل المواد اللي ممكن تلاقيها بشكل ما، صح ولا لا؟ بس نوعا ما خلصت من جزء. نفس الشيء بس بالايزوليشن، انك فصل ماده بعينها. اذا انت النبات ناتشورال برودكت ممكن يكون نبات كامل، أورجان من النبات، مستخلص من النبات، أو قد يكون isolated أو يعني مفصول، تفصله بشكل منفرد. كلمة دراج يعني مصطلحات ترمينولوجي بحثية أكثر مني، يمكن according to the FDA أو شنو FDA Food and Drug Administration يعني organization، هاي في عبارة عن مؤسسة الدواء والغذاء العالمي، هي اللي تصنف هذا الدواء، تصنف على هو دراج، تصنف هاي المادة هي دراج لو مو دراج. يعني drug according to FDA the drug is any synthetic or natural substances synthetic يعني مصنع أو طبيعي or mixture at substance which may be used for cure prevention or mitigation of disease in human or other animals. إذا هو أي مركب مستخدم للعلاج، وإما كان مصنع أو طبيعي يستخدم للعلاج أو منع أو تخفيف، mitigation يعني تخفيف أو تقليل حالة معينة، يعني مو ضروري كنت مو دائما الدواء تاخذه
هو يعالج، ممكن يقلل، يقلل لك ألم، يقلل لك مثلا مطرح جلدي، يقلل لك تصابر، بس هو ما يمنع. فأكو أحيانا فأنت أي شيء يعالج أو يمنع أو يقلل الأمراض بالإنسان أو بغيره بيصنف على أنه هو The drug should be included in the official pharmacopoeia. لازم هذا الشيء موجود بالفارماكوبيا. أعتقد تعرفون شو الفارماكوبيا؟ ماخذيها بالترمينولوجي ولا لا؟ مصطلح فارماكوبيا. فارماكوبيا مفروض تروح المكتبة وتسأل عليها مكتبة الكلية أو مكتبة القسم. تسأل شو اسمه الفارماكوبيا؟ أنا أقول لك الحقائق. بس طالب صيدلة يطلع وما يعرف شو الفارماكوبيا. كارثة. فارماكوبيا إخوان. فارماكوبيا عبارة عن في الكتاب. خوف الكبرى مرات يجي أجزاء جزئين كل جزء كبرى مرات زين هذا الكتاب هو يسموه دستور الأدوية دستور الأدوية يعني شلون أكو دستور البلد شلون أكو قوانين كاملة في كتاب هذا دستور مال الأدوية هذا ينطيك في النبذة عن تقريبا شغلة يعني كل الأدوية الممكنة ولهذا كل مرة كل سنة كل دشن على دشن تكبر يعني أنا معاشر شايف ال 93 وشايف ال 98 كانت بعدها شايف الثمانينات هم اللي هي كانت أحكي على الفارماكوبيا بريتش أكو بريتش وأكو إحنا بالعلاقة اللي بنمشي على البريتش أعتقد أكثر شيء بريتش فارماكوبيا أكو ال يونايتد ستيتس فارماكوبيا أكو يوروبيان فارماكوبيا وأكو بالوطن العربي بس إيجيبشن أعتقد فارماكوبيا مصر عندها فارماكوبيا طبعا إحنا ما عندنا بالعلاقة فارماكوبيا يعني فشي كلش صعب يعني هو مو سهل يعني هاي البريتش فارماكوبيا صار لها 200 سنة 100 سنة من اشتغلوها يعني جمعوا كل اسماء وانواع الادوية اللي ممكن او يعرفوها جمعت شلون قاموس اللغة الانجليزية يجمع تقريبا كل الكلمات اللي ممكن تخطر ببالك هما نفس الشيء جامعين كل الادوية الممكنة هاي الادوية من تصنع شلون تكشف عليها شنو مع شلون شنو استخداماتها شكل هو تعريف فارماكوبيا فارماكوبيا is a book containing an official list تحتوي على قائمة official رسمية of medicinal drugs together with articles on their preparation وياها articles يعني مثل شروحات أو بحوث عن their preparation تصنيعها and use استخدامها for example British pharmacopoeia اللي يسموها BP أو European pharmacopoeia يسموها UP and United States pharmacopoeia اللي هي USP and national formulary اقول NF اكو بعض الكتب تلقى NF national formulary اللي هو احنا بنستعمل اكثر اكو BNF لسامعين يعني British national formulary البريتش national formulary او national formulary اقل من الفارماكوبيا احجامها دائما تكون صغيره ومعلوماتها مختصره شويه ولهذا BNF انك كصيادله لازم انت كصيدلاني عم تتخرج عندك BNF BNF شنو ترجع له بسرعه تحتاج دواء تعرف هذا الدول شنو استخداماته ومنين يجي وكذا ترجع تلقاه في الباراجراف فلان دول تلقاه بحيث هذا يعني انت كصيدلاني بالصيدلية او بأي مكان يعني انت يفضل يكون عندك كتب انا ذكر صيدلية تشتغل بها فترة فترة ما بيها لا فارماكوبيا كنا نجيب شيء اسمه مارتن ديل بعد اقوى من الفارماكوبيا فارماكوبيا شوي نوعا ما فارماكوبيا تعنى بالاسماء العلمية يعني هاي المادة العلمية هاي المادة الفلانية تصنع من فلان نبات وتستخدم في استخدام فلان. مارتن ديل مثلا ذكرت شنه مارتن ديل لا مارتن ديل غالبا يأتنا بالاسماء التجارية وهذا الاسم التجاري يعطيك هو من ايش مكون او يعطيك المركب ويقول لك شنو الاسماء التجارية المتاحة عالميا طبعا ما احكي لك طبعا هو غالبا مارتن ديل ما يعنى بالادوية الهندية والادوية اللي يعني ما شنو اللي بالادوية الهندية الادوية الايرانية الادوية ما اعرف السورية الأدوية غالبا هو يشعل البراند يعني يشعل الأدوية العالمية يعني الأدوية الأوروبية وأمريكا وكذا هاي تلقى بي اسم المركب الكيميائي شنو أسماء شنو نستفيد إحنا إيش نجيبنا نستفيد منه بالصيدلية أنت بالصيدلية محتاج تعرف الأسماء البراند التجارية وأسماء العلمية عشان هذا يفيدنا طبعا بالإضافة إلى ديسكريبشن إلى كيفية استخدام كل دواء وشنو علاجه حتى كم مرة يعني كأنه ملفت مال الدرج موجودة عشان تتابعك ولا بكاش بس أنا حاطي طبعاً على فكرة نصيحة أخوية كصيدلاني أكبر منكم كم سنة مو هواية 35 أو 40 سنة المهم زين بالصيدلية
من تحط بي ان اف او تحط مارتن داو حتى لو تستعمله مره باليوم يا مو مره روح مره باليوم حتى مره بالاسبوع انك تفتح بي ان اف قدام مريض تجيب له معلومه منه راح تكسب ثقتها بشكل كلش كبير وراح يعرف انه اللي موجود رجال صيدلاني او طالبه صيدلاني او يعني او صيدلانيه مو واحد فيتر ماخذ امتياز وفتح لي صيدليه او حلاق او معاون صيدلي وجاي كل شيء ترى المواطن على بساطته هو ما يعرف انه هذا صيدلاني هذا مو صيدلاني بس يحس انه هذا يفتهم ما يدري ليش هو يفتهم بس هو يحس انه هذا يفتهم اكثر لين يشوفه مثلا هذا يطول خلق وياه مرات يفتح لفله يقراها يفتح ما ادري شنو باوع عليها مو بس حافظ انه هذا مال فلان المرض اي زين يعني هاي تفرق اما اذا حاط كتاب انا ذكر والله شنو يعني شنو هذا مارتن ديلا ذكر حاطيه على يم يم يمنه ما اقول لك احنا يوميا كل مريض نفتح له مارتن ديلا كل مريض نفتح له مارتن ديلا معناها كل اكفو سر لازم راس شارع المرضى بس احيانا اكو حالات يتشك بيها او تخاف منها او يجيك على فد علاج معين او يسالك او يجيب لك اسم يعني مرات يجيك واحد جايب دواء من الخارج جابك الباكيت احنا ما شايفين بحياتنا هذا الباكيت والله فانت شو تسوي له؟ باوع كذا ومكتوب لغه مو انجليزي مكتوب فرنسي مكتوب اسباني مكتوب وات ايفر زين روسي بولندي زين هم انت شلون تعرفه؟ والله ممكن على فكره فرنسي اسباني ممكن نشبه على الاسم نقرا نعرف الاسم البرودكت بس مرات تجيك طريقه الكتابه الروسيه وطريقه الكتابه البولنديه كلها احرف بتعرف 15 سي سي فوقها شقطه سي فوقها جوا شقطه سي يمه شقطه سي منها شقطه شلون تنطق هاي السي كي بالمقلوب ما ادري اتش بالمدري شلون متشقلبه زين شلون تنطق حتى بتعرف تنطقها على مود تقدر تشبه عليها بينما الفرنسي والاسباني تقريبا نفس الاحرف فمجرد انك تقراها تقدر تشبه الاسم باسم انت تعرفه بس فشو تسوي تضطر على الاسم التجاري تفتح الكتب اللي عندك او الريفرنس طبعا هو هسه الوضع تغير يعني انت هسه المفروض الحاسبه ممكن تغنيك عن هالموضوع يعني انا اتذكر اخر فتره استغنينا عن الكتاب انه حطينا مارتن ديل على الحاسبه او فارماكوبيا على الحاسبه او بي ان اف على الحاسبه ببساطه بس وفاتحه انا ماشي ساعه مفتوح الحاسبه مفتوحه يجي مريض كذا بس مجرد اكتب بالسيرش اسمه او نت عندي اكتب سيرش طلع اسمه كذا كذا تعرف انت بتسوي شيء للمريض ايش قد راح تكسب هذا المريض يصير يعني زبونك الشخصي لو ما لو وين ما تروح والله لحقوك مرات يعني تسال عليك والصيدلاني هنا الدكتور هنا وين صار يقول والله نقل فتح صيدليه فلان شارع يجيك مرات يجيك هنا يقول لك دكتور ما جماعه شفته مش مو كلش بس انت دائما تكتب لي كذا طبعا هي ترجع الى قبول الشخص يعني الدكتوره فساكي تحكي على الكوميونيكيشن سكيلز شلون انت ممكن تقدر تكسب ود المريض طريقتك بالتعامل وياه لان انت ما يعني انت مثل ما احنا عندنا شويه في الازدواجيه بشخصيتنا العراقيه والعربيه وكل العالم انك انت تطلب العالم تعاملك زين بعدين من تجي انت ما تعامل العالم زين هذا الشيء كلش سيء عندنا للاسف يعني انت متابع خيطره والشرط والسيطره مثلا يعاملك بجفاف كلش تضوج ايش فيها؟ شنو كذا بينما انت متوقف بس يجيك مريض شلون تعامله بجفاف؟ زين ليش انت مستوى قبل شوي تحكي على العسكري اللي عاملك بجفاف رغم انه هو العسكري ربما ثقافته وتعليمه مبني على الشده والقوه فبالتالي هذه الطريقه تعامل وانت بس انت رجال صيدلاني خمس سنين قاعد بكليه قاعد بتدفئه وتبريد وونسه وضحك ولعب وتشيكنات ومطاعم وراحه وونسه المفروض انت نفسيا مرتاح ماديا مرتاح ما متعرض للخطوره تشتغل بصيدليه يجيك المريض يعطيك راتبك هاي العاده اللي عند الصيدله غالبية صايره هسه جديده يعني باكيت هيجي حطه مرتين مره ثلاث مرات جاب تشيس حط ليها فوقها جاب تشيس حطها فوقها يعني انت حطها من تشيس روح ليش يعني هو مو يعني سوري يعني هو المريض هذا انت حط نفسك مكان مو بس يعني انت تريد تروح الدائره تريد العالم تضحك لك بالدائره بينما انت بتصيدليه ما تضحك للمواطن انت تريد تروح مدري وين ناس يعني مو تضحك لك تريد نعم تعاقب بالطب دائره شنو هالبلد الناس ما بيهم واحد وشلون يعاملون عالم جفاف زين هو انت نفسك تذكر نفسك انت بتوقف بالصيدليه ويجيك المواطن اي اول مواطن 2 الصبح او الظهر او العصر او زين بعدك شويه زين مرتاح ورا 5 6 مليون واحد يلود عليك شويه
يبدي يتغرب بعدين. يبدي اي زبون يجيك ان شاء الله شيء رجال كبير ما يسمعك حجي الله يخليك نشتغل زين ماكو ما عندي او ما اول دول اكو بعيد لو بتشيله هاي ما يسوى وما عندي زين. بعد انت شلون تطلب من المواطن تطلب من الناس تكون زينه وياك وانت مو زين؟ عرفوا هذا الموضوع خلوه بالكوميونيكيشن سكيلز بس لان انا احب الكوميونيكيشن سكيلز زين. كرود دراج كمصطلح كرود دراج شنو يعني كرود دراج؟ انت قلت احلى شويه از اني ناتشرالي اوكيرينج اند ريفايند يعني مو غير يعني غير منقى او غير مصفى نبات خام يعني نبات خام substances derived from organic or inorganic sources such as plant animal bacteria organs or whole organisms intended to be for use in the diagnosis cure mitigation or prevention of disease in a human or other animals. هو عبارة عن مركب باختصار هو نفس دراج بس هو كرود دراج انه عبارة عن مركب غير مصفى او غير منقى بشكل جيد نبات خام زين. The natural drugs or crude undergo only the process of collection and drying. يعني هذا المركب الكرود دراج المركب النبات الخام هو بس متعرض لحالتين بس collection و drying ما بي isolation مو صحيح؟ هو هذا الكرود دراج. يعني الكرود دراج يقول لك نبات تروح إلى العطار طلع لك النبات تلقاه عبارة عن شنو؟ عبارة عن ورقة يابسة أو جذر يابس مو صحيح؟ هذا هو كرود دراج. هذا نبات خام عبارة عن كل اللي مسويه الآكل مستخلص ال او عفوا جامع النبات مو مجففه مو صحيح. اذا هاي الخطوه الاكستراكتيف او الديريفاتيفز شنو يعني اكستراكتيف او this terms deal with the principal constituents active constituents that's found in natural substances and can be isolated by many methods like extraction distillation grinding crushing drying. They are responsible for the pharmaceutical activity of natural drugs. They are found either as single or mixture of substances. إذا هو مستخلص أو مشتق من النبات. إذا هو هذا عبارة عن هذا الكرود دراج أو ناتشرال دراج أخذه. شو أسوي له؟ أسوي له عملية استخلاص. عدة طرق. Extraction أو distillation تقطير. Grinding مثل مثل الطحن. Crushing. كمان مقطع لنوع الطحن يعني زين ترشي التهشيم او دراي تجفيف وغيرها. they are responsible هذه المواد وهذا المركب هو المس يعني انت اما تنطي نبته كامله احيانا او احيانا النبته لا تقول لا تاكلها كلها لا تاخذ النبته كلها حميها او فورها او نقعها اوفر نايت. طبعا على فكره مو كل المركبات يعني اكو الاكستراكشن والديستليشن اكو ديكوكشن مر مو دائما انك تستخسر مي تستخسر مي او غير مي. هاي اولا اثنين مو دائما تعرض الحرارة مركب ما يتحمل حرارة. اقول نباتات يقول لك بس نقعها من الليل الصبح حطها بالمي وعوفها الصبح صفيها وشربها او العكس يقول لك لا فورها وخليها بالمي الصبح شربها او فورها وبوردها واشربها رأسا او فورها واشربها دافية حسب كل طريقة ناتجة عن هذا الدراج يتحمل حراره ما يتحمل حراره يذوب المي ما يذوب المي. المواد المضره اللي وياه تتاثر بالحراره ما تتاثر بالحراره تذوب المي لو ما تذوب المي. انا بدي اعرف انه انا احصل على مركبات او المركب اللي يهمني اللي هو بس يفيدني ما احصل على كل شيء قد يكون مؤذي او مضر بالشخص. example of natural drug that obtained from plants is tragacanth. it's a gum used as suspended agent. مادة اسمها تراجاكانت تستخدم ك suspending agent ما أعرف بس physical أخذت شيء اسمه suspending agent لو بعد أعتقد بالتكنو ما أخذت شيء اسمه suspending agent هي مركبات ساعدني على تكوين suspension. شنو suspension؟ فهذا تراجاكانت مركب يستخلص يستخدم في إنتاج أو الحصول على أو تحضير ال suspension يسمونه suspending agent يعني عوامل تساعد على تحضير المعلقات suspending agents. يعني synthetic drug is obtained by chemical reaction مثل warfarin salts used as anticoagulants. synthetic drug مركب مصنع بس ارجع واقول هو التصنيع غالبا احنا احيانا او غالبا يعني احيانا تصنيع الادويه يتم منين جاي من انه انت تدرس صناعه الدواء في داخل النبات وهذا يساعدك في عملية تصنيعه خارج النبات.
اكو مصطلح احنا تعرفوه اكيد تعرفوه بالتكنولوجي اسمه ان فيفو وان فيترو او ان فايفو ان فيترو. ان فيفو يعني في شيء داخل جسم الكائن الحي، ان فيترو او ان فيترو هو خارج الكائن الحي. فانت ممكن من تدرس البايوسينثيسز مالته ان فيفو ممكن تقدر تسوي الانسينثيسز مالته ان فيترو. ممكن تشوف انت شلون يصنع بالنبات وعلى ضوءه تخلق ظروف مشابهه وتصنعها بالمختبر. وهذا الشيء يساعدك على شنو؟ هذا يساعدك على تصنيع ماده واحده بس، وما تحتاج انك تسوي اكستراكشنات، صح لو لا؟ انت تعرف الماده الفعاله فلان شيء تنتج من تفاعل الكحول الفلاني مع الحامض الفلاني، وعلى شنو انا راح استخلص النبات وانتظر لما يورد ولما تطلع ثمره واخذ الثمره وانقعها واحميها واطورها وبعدين استخلصها وبعدين ما ادري ايش اسوي لها، بعدين ثاني هي الماده اروح اجيب هذا اجيب الحامض هذا واجيب الكحول هذا الفلاني وافاعله بدرجه حراره مثلا 50 لو 30 لو 20 واحميها وافورها تطلع لي مركب مركب صافي بيور اخذه اعطيه للمريض اقول له هذا المركب. وحيكون ما في حيكون اعراض جانبيه يمكن اقل من اللي انا مستخلصه من النبات اللي ممكن وياه شنو مصطلح official drugs؟ يعني شنو معنى official drugs؟ يعني شنو drug official رسمي؟ شنو يعني drugs that are listed or recognized in the current versions of USP and national pharmacopoeia USP أو مو بس USP يعني أي pharmacopoeia أي إذا موجود بالpharmacopoeia بالnational formulary إذا هو أصبح official يعني رسمياً أصبح يعتبر كدواء. And they are described to have a specific therapeutic activity or pharmaceutic necessity. يعني إلها أهمية طبية وعلاجية. هذا official drug هو drug منصوص ومتعارف عليه وموجود بالفارماكوبيا بالناشونال فورمولاري وإلى استخدامات محددة. ال unofficial أكو لاحظ أكو unofficial وأكو non-official. صلاحيات مختلفة. غالباً الناس طلابي يتربطون بين الصلاحيات. Unofficial والnon official. لكن الofficial هذا موجود ومرتب وكل الناس عارف. Unofficial are substances that have been recognized in pharmacopoeia. موجود في pharmacopoeia. But not found in current issues. مو موجود بالكتب يعني بالتقارير الحديثة وبالarticles وبالبحوث الحديثة وبالnational formulary. موجود بالفارماكوبيا منصوص عليه انه فلان دروي استخدم بس بعد ما يعني الاوفيشال هو يعتبر الحقيقه دواء لكن غير مستخدم بشكل شائع او بشكل حديث فيسموه ان اوفيشال. بينما النون اوفيشال the drugs that are never appear in the pharmacopoeias but they may be in the future time become official. ممكن يصير اوفيشال لكن هي مو اوفيشال حاليا. اي دراج ما موجود بالفارماكوبيا يعتبر نون اوفيشال. موجود بالفارماكوبيا وما موجود بالإشيوز أو بالبحوث أو بالارتيكلز أو بالكتب الحديثة يعتبر أن أوفيشال. أما الدول المنصوص عليه بالفارماكوبيا وموجود بكل البحوث الناس تعرف عليه يسموه أوفيشال دراكس. أوكي يعني الانديجينوس بلانتس يعني شنو هذا؟ كلمة تعني التوطن أو المتوطن. Are those plants which grow in their native countries تعيش في دولها الأصلية. For example, Digitalis purpura is in indigenous to Central and Southern Europe. صنع أو تزرع أو متوطنة أو عايشة بوسط وجنوب أوروبا. هذا الشيء طبعاً يعني فيني بعدين اعرف قلت لك شنو اعرفه سواء كمصطلح يعني اجي اقول لك نبات فلان انديجينوس كذا يعني شنو انديجينوس يعني معناها هذا النبات متوطن في المكان الفلاني زين. نيوتراليزد بلانتس شنو يعني نيوتراليزد بلانتس؟ ار ذوز بلانتس ويتش جرو ان فورين لاند اذر ذان ذير نيتيف هومز. اذا هذه نيوتراليزد بلانتس عكس اللي قبل هي عباره عن نباتات تعيش باماكن غريبه عن الاماكن الاصليه التي المتوطنة بها أصلاً هي يعني رحت أخذتها وعيشتها مكان مثل داتورا شارمونيا which has introduced into United States from Europe. يعني هاي زرعوها أمريكا يعني جابوها من أوروبا وزرعوها أمريكا. هي بالحقيقة متوطنة وين بأوروبا
لكن زرعوها امريكا. زين cultivated plants شنو يعني cultivated؟ شنو يعني كالتيفيتد؟ شنو يعني مصطلح كالتشر؟ سامع مصطلح كالتشر؟ زراعة يقول لك تزرع بكتيريا يقول لك كالتشر، سوي بكتيريا كالتشر للبكتيريا. كالتيفيتد are those plants which grow in their native countries or in foreign land under certain conditions to improve their quality and quantity of production. يعني الكالتيفيتد هي مركب، هي نبات مزروع سواء بالنيتف او بالفورن، لكن اوفر له فد ظروف اللي هو الزراعه يعني كانما انت شلون بيوت زجاجيه شلون كذا، اوفر له ظروف للحصول على ناتج افضل. اذا الكالتيفيتد بلانتس ار ذوز بلانتس ويتش جرو ان ذير نيتيف كانتريز اور فورن فورن وات ايفر، يعني سواء مزروعه بمكانها اللي هي الاصلي او مزروعه بمكان غريب عليها، لكن تحت اندر سيرتن كونديشنز تحت ظروف معينه تو امبروف لتحسين ذير كواليتي اند كوانتيتي اوف برودكشن. يعني هي مزروعه بذاك المكان بس اني اوفر لها في ظروف معينه على مود تنمو اكبر، تزدهر، تنطي مركبات اكثر، تنطي ثمار افضل. هاي اسمها كالتيفيتد، يعني زراعه. احنا كمصطلح عربي زراعه كالتشر تجي زراعه. كالتيفيتد هو انه اني مثل الزراعه بالبيوت البلاستيكيه، مثل الزراعه بالبيوت الزجاجيه، اوفر في ظرف معين للنبات، اعطيه الجو، اخليه ينتج افضل. كالتيفيتد عن النيوترلايزد. النيوترلايزد هو عايش، يعني شد زراعته هناك، يعني هو في اوروبا كان موجود وانت زرعته بامريكا. لا ممكن نفس الظروف. لا هو مثال عندك من اوروبا وامريكا، هي ما تدري شو الفرق. يعني زرعها بامريكا، زرعها بامريكا في اماكن ذات ظرف يشبه الظرف، يعني مو وفروا له ظرف، هم اخذوا الجو قالوا الولايه الفلانيه بامريكا تشابه الاجواء الاوروبيه ما راح يزرعوها، ما وفروا له جو خاص. يعني هو يعني مثل ما انت تقول فور ان اكزامبل فلان دواء او فلان نبات يزرع بال مثلا بالمستنقعات الفلانيه بامريكا اللاتينيه، تقدر تجيبه نوعا ما ربما من تجيبه للهوار بالعراق، حيث هو هناك عايش النبات، تجيبه هناك وتزرعه بالهوار ربما ينتج يعطيك انتاج. انت هنا ما وفرت له جو، انت جبته للجو الثاني. اكو مشكله يمكن ما عرفوها عندكم، اذا شفتوها بال اكو فد نبته كلش مزعجه، هل الكوت يمكن اللي الكوت عرفوها، سدت النار الفتره اللي فاتت، زهرة النيل. هذا نبات متوطن النيل، هو يعني نبته تعيش بالمي، كانت موجوده بالنيل، وهي غير هي الاندجنس بمصر. ما اعرف منو بالثمانينات او بالسبعينات جابوها كنبتة، كانت كأنما نبتة زيل اللي هي نبتة تنبت بالماء وتكبر، منظرها نوعا منظرها لطيف. واعتقد جتي المصريين او غيرها جابوها، وصلت للوسط اللي هو عندنا الوسط الانهار دجلة والفرات. اعتقد دجلة سادة دجلة اعتقد الفترة اللي فاتت. اي لا بس هي اعتقد اكثر شيء الفترة اعتقد شاف مشكلة بالكوت حسب ما افتهمت انا اتذكر. اي فهذا النبات كثر بشكل ورا فترة سدد نهر اجت، فهو توطن، يعني هو متوطن بمصر وليس وزارة النيل. اجى ما اعرف يا ابن حلال جاب لنا اياه وزراعة عندنا بالعراق، هو ما وفر له هنا. صار هذا شنو، هذا صار نيوترلايز دراك. تعرف شو الفرق؟ فهذا نيوترلايز هو اجى جبناه الوسط يشبه الوسط اللي اصلي مالته، هم عاش سدد لنا نهر. وعلى فكرة يعني اللي يحاولون محاولات مكافحته ويعني نجحوني فشلوني وده كل ما يجي الوقت مالته دي يرجع علينا هالمشكله مال زهره النيل. زين الجماعه تابعين عرفوها السالفه. زين يعني على مستوى الوطن، مستوى البلد ترى وكله يعاني من هالمشكله مال. Example: opium is cultivated in their native homes either because of insufficient natural supply or to improve the quality of drug. يعني هو الاوبيوم، تعرفوا الاوبيوم؟ نبات الخشخاش اللي هو يستخلص منه المورفين، اللي يستخدم كمخدرات المخدرات، ويستخدم هو المورفين يستخدم كبين كيلر، هو مسكن له، لكن استخدامه الثاني يستخدموه لتصنيع المخدرات. الأوبيوم هذا مكانه
اماكن الزراعه العاديه ممكن توفر له ظروف على مود ينتج كميات اكبر فيسموه كالتيفيتد. يعني كمثال على كالتيفيتد medicinal plants واضح المصطلح medicinal plants هو اي plants that contain active constituents with واي هو نبات ينطي مركبات تستخدم علاج الامراض هو عباره عن نبات له استخدامات طبيه هاي يسموه plants that contain active constituents with pharmacological properties or physiological activity إلى فد نشاط. Classification of natural products شلون أسوي classification؟ شلون أقسم النباتات؟ شنو اللي يخليني أقسمها؟ عدة طرق أما أقسمها alphabetically أبجديا drugs are arranged in alphabetical order using their Latin or English name بال UP European يعني use Latin names بينما بال British وال USP تستخدم الانجليش names هاي لل شلون ارتب الادوية اللي قام رتبها حسب حسب ترتيبها الابجدي يعني بال بتفتح الفارماكوبيا تلقى مرتبة ابجديا يعني بتدور باراسيتامول تلقى بي 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 تدور على حرف البي مثلا اسبرين تدور على اي اس بي وتفر هاي الاسبرين موجودة بها عائلة يعني تتبع الامينو تتبع مسكنات تتبع كذا بس تلقاها مرتبة زين مورفولوجيكال او تقسم النباتات على شكل مورفولوجيكال يعني على حسب شكله المورفولوجي مالته the drugs are grouped according to parts such as following يعني حسب من جاي بالي leaves flowers fruits seeds herbs and entire organisms woods parts rhizomes and roots known as organized drugs يعني حسب تقسم احيانا من يجي يقسم يعني بالنبات بالعقاقير اللي ندرس مرات ندرس حندرس العقاقير على ندرس وشيل الجذور أو السيدز أو الليفز مرات أحيانا بعض الناس بتجي تدرس العقاقير تدرسها على هيئة مورفولوجيكال نبدي بأول شيء بذور شنو البذور اللي فيه دينة بلانشي 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 شنو النباتات اللي الساق مالتها مفيد النبات الفلاني الفلاني شنو النباتات اللي الليف مالتها مفيد النبات الفلاني 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 هاي تقسيمة إذا تقسيم الواجهات ألفابيتيكلي تقسيم الثاني على حسب الشكل مثل نعطيك الرباب اللي هو نبات الراوند هذا يسمى على بالعالم ما يسمى رايزومات يعني مثل رايزومات زين بالمسترد الخردل جروب اندر سيدز جروب يعتبر سيد السينامون دارسين اللي هو القرفه يعني جروب اندر بارك بارك اللحاء مال النبات زين اذا تقسيم الوجهات على حسب الاسم التقسيم الثاني على حسب الشكل او الجزء اللي ناخذ الموجود بين الدول الثالث هو التاكسونوميك شنو التاكسونومي؟ على حسب العائله وصول التاكسونومي جاي من تقسيم تقسيم هو تقسيم النبات هو تقسيم تاكسونومي تاكسونومي of drugs are arranged according to their plants from which they are obtained من يا عائله من يا جنس ومن يا species in a class or the families genera and species genera جمع يعني genius الدراج مثل بلادونا وسمو ست الحسن ده مر عليه على جماعة بالنبات الحسن يقوله. Stramonium these drugs have certain characteristics as alternative leaves, cymus flowers and fruit that capsule. These drugs are considered with the solanaceae family. شنو العائلة بعد النبات الجانية يسموها؟ هذه العائلة الباذنجانية هي بالحقيقة يعني لها شكل شلون شكله يعني حيكون المركب الثمره مالتها تجي الاوراق تصير على مكان الورده وتنضج ويصير حتى بها اوراقها من جوا فهاي يسموها هاي تشبه يعني تشبه هي اشهر عائله عليه اشهر شيء منها من هو نعرف احنا هو اللي نستعمل وحش الطاوه طبعا فبالتالي هو يعني اكيد اشهر من اي شيء ثاني فبالتالي العائله الباذنجانيه اخذت العائله من استخدامها كثير فاي شيء نوعا ما شكله مثل الباذنجان فيسموه من عائله السولانيسي اذا هو التقسيمه طبعا التقسيمه مو بس هيك تقسيمه يعني ممكن اللي دارس نبات او متشعب النبات التقسيم مو بس على الشكل بس شكله شلون شكله مثل الباذنجان وكذا اكو مرات يرجعون الى النوره والمعرف وشكل الميسم وشكل المعرف الورقه شلون شكلها فاكو اشياء تقسيميه تخلي هذا النبات
نوعا ما يصنف من هاي العائلة. فهذا مثال يعني مثال مو شيء مهم بس يعطيك مثال على العائلة العوائل السولانيسي يقول لك عليها. التقسيمة الرابعة تقسم الأدوية أحيانا أو العقاقية تقسم على حسب الفارماكولوجيكال ثيرابيتكس. مثلا هاي الدرجز أو هاي النباتات لعلاج القلب، هاي النباتات لعلاج الضغط، هاي العلاجات لعلاج السكر. بس هي بالحقيقة هاي العلاجات ما سكر، ممكن تكون سيف، ممكن تكون ليف، ممكن تكون بار، صح لا؟ إذا كل تقسيمة أنت حسب أو حسب الوضع أو حسب المكان أو حسب كذا تقسم الأدوية على حسب، يعني تقسم الدراكس يعني أو تقسم على هذه pharmacological or therapeutics. This classification involves the grouping of the drug according to the pharmacological action of their most important constituents or their therapeutics. مثل كاسكالا ثرقادة سنة والكاستر أويل هذا اللي باع لاحظ هذا الكاسكالا الأوراق والجذور أحيانًا سنة أوراق كاستر أويل زيت كل الذني في الحقيقة هي عبارة عن ملينات لاكسيترز أو كاثيترز يسمونها كاثارتكس أسف كاثارتكس. لاحظ إنه هاي التقسيمة شملت ثلاث شغلات، واحدة ورقة، واحدة جذر، واحدة زيت، بس ثلاثة إذا شنو نفس الغرض اللي هو شنو ملين في الحسبة عائلة طبعا مو عائلة نباتيه اقصد من العائله الطبيه. نرجع نقول تقسيمه الادويه تقسم على حسب اما شكلها او عائله او اما على هيئه المورفولوجيكال او تاكسونوميكال او فارماسيوتيكال حسب اني شلون اريد اقسمها حسب اني شلون اريد اقسم النبات يعني او مو اني الكتب هي قسمت النباتات بهذه الطريقه قسمتها اما على حسب اشكالها على حسب الجزء اللي يعني الجزء اللي عفوا على حسب عائلتها على حسب اسمائها الفيماتيكلي او على حسب الكيمياء ماده الفعاله او الفارماكولوجيكال او العلاجيه مالتها. والخشبه الثانيه على هيئه على شكل الكيميكال اور بايوجينيتكس مالتها. شنو يعني كيميكال؟ In this class, the drugs are divided into groups according to their most important chemical constituents. يعني مثلا يقول لك هذه هاي احنا نمر عليها هوايه وهي يمكن اكثر شيء يمكن احنا نمر عليها في الثالث وحتى في الرابع الثاني ان شاء الله انه هذه تعتبر هذه الادويه فينولات هذه كحولات هذه فيكسد اويل هذه جلايكوسايدز. اذا انا اقسم على هيئه شنو على حسب شنو على حسب التركيبه الكيميائيه صح ولا لا؟ واحنا بالحقيقه بالعقاقير غالبا نبدي بعدين بنحكي بيها حنبدي بيها نحكي بيها على هيئه عوائل كيميائيه. ليش؟ لأنه غالباً إخوان غالباً العوائل الكيميائية هي الأقرب أولاً إلنا كطبية ككيميائيين، ثانياً أقرب لنا لأنه أنت بدون صور رجاء أقرب لنا بشغلة مهمة أقرب لنا بأنه هذا الشكل الكيميائي بنات شكل الكيميائي هو اللي مفعول بالحقيقة. يعني أنت لو تجي على المفعول أي دول هو عبارة عن أوكي ريسبتر أوكي دول حيركب ريسبتر صح لا؟ هذا ما فيه يرهم هذا الدواء على ريسبتر هذا الدواء إلى شكل كيميائي معين. فأنت بتدرس العقاقير على شكل كيميائي أحيانا الأشكال الأدوية الإسدادات الكيميائية المتشابهة تؤدي وظيفة طبية مشابهة صح لا؟ لأنه هذا ريسبتر بهالشكل أي مركب بالحجم أو بهالشكل السيريو حيرهم عليه ويسوي إنتاج. فإذا أنت من تدرس المركبات وهذا حنشوفها بصراحة حنشوف مثلا يقول لك غالبية التنينز تستخدم العلاج كذا غالبية الجلايكوسايدز تستخدم العلاج كذا غالبية مثلا فور إكزامبل الفولاتايل أويل زيوت الطيارة حنأخذها شغلة سنة جاية بالمثال الفولاتايل أويل غالبية أنا حتى العام درست من الطلاب عفوا الفصل اللي فات الصف الثالث فولاتايل أويل كنت تنحصر ما تتذكر شنو الفولاتايل شو يستخدم تذكر شغلتين الفولاتايل غالبية يستخدم مواد عطرية يعني الإعطاء الرائحة والكذا وبنفس الوقت كفليفر انجيجنت تعطي نكهة وطعم للأدوية غالبا تستخدم. فأنت يا يوم فد يوم طلب منك يوزز مال فلان أو فولاتايل أويل نسيت تبني ذا نسيت لا تطلع من الوحدة صح. ليش؟ لأنه غالبية الفولاتايل أويلز تؤدي هذا الدور. غالبية الجلايكوس التنين تستخدم للكونستيبيشن للعلاج يعني
لعلاج الدياريه، لعلاج الاسهال. غالبيه ما اعرف ايش تستخدم لعلاج القلب. غالبيه الديجيتاليس او الديجيتوكسين لاكسايد تستخدم لعلاج القلب. اذا انا شنو دراستي الكيميائيه احنا كصيادله تهمنا اكثر شيء نوعا ما، لا دخلنا اخر شيء تهمنا اكثر شيء لانها بالحقيقه هي اللي بعدين على ضوء هاي الكيميكال. لان ترى اخوان العقاقير وان كان انا اشوف انه يعطاها كورسات بوي، العقاقير ممكن ان تعطى بشكل افضل لو احنا زوجنا وياها الفارماكولوجي. لان بالحقيقه من اجي احكي على كلاس معين من الدراج بالفارماكولوجي بعلم الادويه، اقدر اعطيك الجزء الكيميائي جزء طبي واعطيك الجزء النباتي. احنا صار عندنا بالعكس، صار عندنا تاخذ العقاقير البدايه تقريبا تخلصها يلا تبدي بالفارماكولوجي. يعني انت حتاخذ الكورس الاول، الكورس هذا اول الفارماكولوجي، الكورس الثاني حتاخذ صف ثاني، حتاخذ ثالث عفوا تاخذ فارماكولوجي 2، الكورس الثاني صف ثالث تاخذ فارماكولوجي 3. من وانت تاخذ فارماكولوجي 3 بده ياكل فارماكولوجي 1 ويستمر فارماكولوجي 1 بصف رابع، فارماكولوجي 2 فارماكولوجي 3. فبالتالي انت تكون خلصت العقل. بس احنا لو ندمج نسوي خلي واحده باللخ، خلي حتى بمادة واحدة بس نوسع الفترة. يعني هاي يصير خمس كورسات، خليك تاخذ فارماكولوجي و فارماكولوجي يعني شوف حيكون حيكون مضاعف تطور، بس طبعا يحتاج له تغييرات من الوزارة، مو احنا مو هذه نغيرها فيه. فالقصد يعني احنا الكيميكالز drugs as a club alphabet not in Joseph Lee and peppermint are grouped together according to their chemical constituents. كل ذني بيشنو بي volatile oils. القرنفل البيبرمنت اللي هو مثل النعناع يعني، وجوز الطيب اعتقد جوز الطيب يمكن البنات يعرفوها حاليا صار خش موده بالطبخ، حط ما شنو ما تلقوه يم هذا العطار جوز الطيب مطحونه هاد تحط للاكل تنطي نكهه وتنطي عطر، لان هي ماده عطريه. فاذا هي هاي الفولاتايل اويل، هو على فكره الفولاتايل اويل او زيوت الطياره بالحقيقه احيانا يسموها يعني الزيوت العطريه، احيانا يعني بعض الكتب ترجمها زيوت عطريه لان استخدم كعطور. ورقه الحضور اللي ما كتب اسمه، منو ما كتب اسمه يا اخوان؟